في الشان السوري أعلن الجيش الأمريكي تعزيز انتشاره العسكري في شمال شرق سوريا على الرغم من جهود سابقة للحد من التوتر بين القوات الأمريكية والروسية في المنطقة. وفي جديد الملف النووي الإيراني، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن قالت الدول الأوروبية الثلاثة في رسالة للمجلس إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيكون بلا أي أثر قانوني. في نيويورك رحب مجلس الأمن بانطلاق مفاوضات السلام الأفغانية بالعاصمة القطرية الدوحة مجددا التزامه بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية سلام شاملة تهدف إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع في أفغانستان. سيداتي وسادتي، البقاء لله. وسيوام في عصر اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة، إلى حق قائد أعلى سموه حفظه سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله يتلقى عددا من برقيات التهنئة من كبار المسؤولين في الدولة بمناسبة منح فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسام الاستحقاق العسكري الأمريكي أعلى. وزير شؤون الديوان الأمير الأمريكية الصدر